إن الاستعداد الفطري لم يعد يكفي لخلق أديب أو شاعر أو فنان. ليس الاستعداد إلا عنصرا يجب توفره، ولكن هناك عناصر أخرى مكتسبة. إن الأديب اليوم لا بد أن يكون مثقفا، والشاعر العملاق الغيور على منصته الشعرية محكوم عليه أن يكون ناقدا. إن تعقد الحياة وتلونها وكثرة الإضافات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن لا محالة تجر ذيلها إلى الميادين الأخرى. وبما أن الحاجة تكون في أول حالها كمالية من باب التوسيع والترفيه لتصبح غدا أو بعد غد ضرورية لا غنى عنها، فهذا هو الحال أيضا بالنسبة للأدب أو الحياة الروحية كلها إن شئت. حمدي بن القاضي ولد بمقاطعة أبي تلميذ في حدود 1954، ونشأ في بيئة محضرية عالية تلقى فيها مبادئ العلوم الشرعية واللغوية. درس بمعهد أبي تلميذ والثانوية الوطنية، ثم تخرج من المدرسة العليا للتعليم. وهو شاعر فازت إحدى قصائده بالجائزة الأولى في مسابقة أجرتها وزارة الثقافة في سبعينيات القرن الماضي، وله ديوان حققه عبد الله بن محمد عبد الرحمن كرسالة تخرج من المدرسة العليا للتعليم 1985. كان من الأدباء الشباب الذين يكتبون على صفحات جريدة الشعب، حيث كان يعد لها مواضيع أدبية وثقافية واجتماعية. وبإلقاء نظرة سريعة على عناوين المواضيع التي كتبها تظهر اهتماماته الثقافية. من عناوين مقالاته والملفات التي أعدها للشعب شذرات من تاريخ الفكر والفلسفة الإسلاميين، وسلسلة بعنوان الصناعة في تراثنا الشعري الإليادة الموريتانية، أواصر القربة والصداقة بين الفراغ والبطالة، وفي القصة القصيرة هذيان وغادة يعربية، سلمى في الجانب الأدبي، مسألة الطيف في التراث الشعري، أسطورة انعكاس الزمن في مخيلة الشاعر الجاهلي، البطولة الحقة في تراثنا العربي، ذوق العربي وعاطفته مبدأ أخلاقي، نغمة الاحتجاج الاجتماعي ضئيلة الصدى في الأدب والفن، الأدب والخنق الثقافي مهزلة التقليد الضعيف وفضيحة السرقات الأدبية. من هذا المقال وردت المقدمة التي بدأنا بها الحلقة، وفيه أيضا إن على الأديب اليوم أن يعمل على جبهتين، أن يقرأ وأن لا يمل القراءة، وأن يكون حركيا ديناميكيا في قراءته ومطالعته، بمعنى أن يرصد حركة تطور الأدب ويواكب المسيرة بحيث لا تبرق بارقة في عالم الأدب إلا وهو على علم بها. هذا طبعا مع استيعاب الماضي، لأن الماضي جزء من الحاضر ولبنة ضرورية لبناء المستقبل، كما أن عليه أن يكون ناقدا، ذلك النقد الذاتي الضروري لكل عمل أدبي مؤهل للخلود على الزمن. ثم يختم محمد القاضي مقاله بالقول إن الثقافة وهي بأبسط تعبير غذاء روحي لازم أصبحت مهددة من طرق عديدة، متى نقرأ وماذا نقرأ وكيف نقرأ. إننا لا نوفر من وقتنا جزءا ضئيلا للقراءة لأننا لا نعرف لها قيمة، ثم إذا قرر الواحد منا أن يقتطع جزءا ضحلا من وقته على عمله الرسمي والشخصي فماذا يقرأ؟ إن الثقافة تعاني من مشكلة الكم والكيف واهتمام المثقفين، وفي كل هذا وقفة حداد على الأدب وكلمة عزاء للأدباء. إن من أدرك بفطنته وذوقه وبفضل قراءته الشخصية أهمية موضوع ما
واستكماله للفكرة التي يهدف إلى توضيحها وملائمة معالجتها مع مستوى الأذواق العامة أو السواد الأعظم من الجماهير المخاطبة، ثم نقله وأشار إلى مرجعه أحسن، فهو أجدى على الجمهور حيث هيأ له مكتبة متنقلة، وهو قدم خدمة للمؤلف إذ أضاف إلى زبائنه روادا آخرين. ولكن الطريقة المجدية والبناءة والتي يستفيد منها الأديب ويفيد هي أن يقرأ ويستوعب ويهضم ثم يكتب إلى جمهوره من ذات نفسه التي ليست في الحقيقة إلا بلورة لمطالعته وثمرة قراءته. عند ذلك يكون الأديب متحركا ويقدم إلى الجمهور شيئا متحركا ينبض بالحياة ويعبق بشغف الثقافة. إن الحل الوحيد إذن هو القراءة، هو الثقافة، الثقافة التي لا يشبع منها. عندما نكون دائما طلبة علم فإننا سنحد من خطورة المشكلة. إن طالب العلم كطالب الدنيا لا يشبع. بالأخير نطرح السؤال التالي: هل من سبيل لإيقاف السرقات الأدبية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.